إن التعاون والعمل التطوعي المجتمعي هو عبارة عن مجموعة من المتطوعين الذين يعملون لتحسين جهود المجتمع في المنطقة التي يعيشون فيها. هو جهد وعمل اجتماعي وإنساني بعد قبل كل شيء، فهو عمل لا يهدف إلى الحصول على الأموال أو الشهرة. بجهود شبابية وأعمال تطوعية وإبداعات متنوعة لمجموعة من الشباب الطامحين في ولاية صحم، يبرز دورهم جليا في نقل الصورة الحية والمباشرة لكل فعاليات المجتمع والمؤسسات المختلفة، خاصة كانت أم حكومية. نقل الصورة من أرض الواقع إلى كافة شرائح المجتمع، بل تعدت جهودهم الإعلامية لتصل إلى خارج الولاية وعلى مستوى السلطنة. واجهوا كل التحديات وتغلبوا على كل الصعوبات والمشاكل بروح التحدي والتعاون والعمل كمجموعة واحدة. تقارير متنوعة وصور وأخبار مختلفة وتغطيات خاصة وعامة يبدع فيها فريق صوت صحم للإعلام، كل ذلك من أجل إيصال المفيد وآخر الأخبار للجميع.